اللي يبيع بالسلامة لما، اللي يخون بالسلامة لما لما، اللي مفتوح بالسلامة لما لما، اللي يبيعك بالسلامة لما لما، اللي يخونك بالسلامة لما لما. بقولك ايه، ايه؟ بص، عندنا عيد ميلاد النهارده، عايزين نعمل احلى تورته من ايدك الحاجه. عيد ميلاد مين؟ لا دي مفاجاه بقى. لا قول. لا دي مفاجاه. ماشي، قدامك قد ايه؟ ساعه. ساعه كتير. حلو، عشان خاطر انت بس. اللي يبيع بالسلامة لما لما، اللي يخون بالسلامة لما لما، يا مفتوح بالسلامة لما. فوفة يا ابني، مين فوفة دي؟ لا كوش فريال اللي كانت معاه في الجامعة. ماشي، ده انا اللي هعمل لك حتة التورتة. اللي يبيع بالسلامة لما. انت لسه ما جهزتيش؟ واجهز ليه؟ عشان عيد ميلاد فوفة يا ماما. لا يا حبيبي، روح انت، انا تعبانة ومش قادرة اجي معاك. طب انا اقول لها ايه دلوقتي؟ اقول لها اي حاجة، انا مش جاية. استهدي بالله بس كده، قومي البسي. مش هلبس، انا مش هروح لعيد ميلاد ده. طب فين التورته اللي انا قلت لك اعمليها؟ عندك في المطبخ، خدها. عندي في المطبخ، خدها. بالسلامة لما. بالسلامة لما قوي. كل سنة وانت. كل سنة طيبة يا اختي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. عقبال 100 سنة. ربنا يخليك ليا يا اخويا حبيبي. اخوكي فاكرك اهو، ها، مش ناسيكي. ايوه طبعا اخويا. بس هي عاملة حلاوة دي، فاكر اختك وجاب لها هدايا وحاجات. انت جاتوه ده ولا تورته ولا ايه؟ اه يا عم تورته لاختك. امال مراتك ما جاتش معاك ليه؟ معلش عشان تعبانة شوية. ما انا عارفه ان هي حبوه او طول عمرها افتكرها. خلاص بقى حبيبتي، يعني اخوكي جايب لك تورته وحاجات جميله، خلاص ملوش لازمه الكلام ده. ايه، مش هناكل التورته ولا ايه؟ اكيد لازم ناكل التورته. طب سكينه بقى يا حبيبتي. عايز سكينه ليه؟ يعني هقتل بقى اخوكي؟ اكيد هنقطع التورته. يلا حبيبتي. ان شاء الله اختك غبيه طالعه لك، عشان كده اتجوزتها يا حبيبي. تقعدت على اشكالها بقى. انا عارف بتقول مثل غلط. غبيه والله العظيم. عيله منور. منور حبيبي. سكينه. ايوه وحشتيني حبيبتي. وانتي كمان يا قلبي. عامله ايه؟ حلوه بيكي. انتي ما لبستيش ليه؟ والبس ليه؟ هو انتي جوزك فين؟ مشي، راح لعيد ميلاد. طب وانتي ما لبستيش ليه عشان تروحي لعيد ميلاد يا اختي؟ والبس عشان اروح لعيد ميلاد ليه ان شاء الله؟ الله، مش هتروحي عيد ميلاد فوفه؟ انتي عايزاني انا اروح عيد ميلاد فوفه؟ دلوقتي نسيتي فوفه؟ جالك زهايمر؟ فوفه مين؟ فوفة اخته فريدة. فريدة اخته هي فوفة؟ ايوه، ما انت فاكراها مين؟ يا نهار اسود، ده انا حطيت لهم سم في التورته. الله يرحمك يا فوفة. انا كنت فاكراها فريدة صاحبته اللي كانت معاه في الجامعة. طب يلا يا اختي نلحقهم بسرعة. يلا. يا لهوي، ماتوا ماتوا. فريدة حقك عليا، انا اللي حطيت لك السم في التورته. قوم يا حبيبي قوم، والله كنت فاكراها فوفة اللي معاك في الجامعة. قوم. حد هتدفع النعمة يا ابني.